فيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. عشاق كورة وبس في كل مكان، أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. في بداية الأمر كده عايز أتكلم على النادي الأهلي وعلى خطة التطوير اللي موجودة في النادي الأهلي. والنادي الأهلي خلاص الكابتن محمود الخطيب فتح ملف السوبر الإفريقي، تحقيقات من كل حتة، بيقرأ كل الكواليس، بيقرأ كل التحقيقات اللي وصلت له، سواء من مدير الفني، سواء من مدير الكورة كابتن سامو قمصان، سواء من مرفق البعثة أو رئيس البعثة اللي كانت مسافرة للسعودية، كل حاجة. كابتن محمود الخطيب مش سايب حاجة تمام وبيتكلمش فيها. مبدئيا كده الكابتن محمود الخطيب قرر غرامة على كل لاعب 250,000 جنيه. بص يا جماعة، لازم يكون فيه ثورة تصحيح داخل النادي الأهلي. على فكرة الموضوع مش موضوع ان النادي الأهلي خسر بطولة، لا، هي ما بتتحسبش كده، هي بتتحسب ان النادي الأهلي لما بيتكلم ولما بيعمل حاجة تمام بيتكلم، يعني ان النادي الأهلي ما ينفعش يقع، وده سببه الرعونة اللي كانت عليها لعيبة النادي الأهلي، سببه نزول مستوى إمام عاشور، سببه الفردية اللامركزية من حسين الشحات، سببه رحيل أهم صفقتين عندك أو أهم 3 صفقات عندك من وجهة نظري، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، محمد عبد المنعم. مشكلة كبيرة لما يبقى عندك 2 مدافعين أو 3 صفقات أنت جايبهم أقوية وما تنزلهمش. مشكلة كبيرة، حضرتك بتلعب بالأساسيين بس الأساسيين مرهقين، ودي مشكلة كبيرة لازم حضرتك تكون عارفها، مشكلة كبيرة جدا لازم حضرتك تكون عارفها. انت كان عندك أشرف داري كان جاهز بنسبة 100%، كان عندك يوسف أيمن جاهز بنسبة 100%، عمر الساعي اللي انا معرفش انت ازاي خرجته من القايمة ولعبت عليه احمد نبيل كوكا، ازاي عمر الساعي ده هيبقى من افضل اللعيبة في وسط الملعب في مصر، مش هقولك في افريقيا بس تمام، ومع ذلك ما بدأتش بيه، ده انت حتى ما ضمتوش للقايمة. عندك اشرف داري برا والدقيقة 76 وانت شايف مستوى لعبتك واقع ومفيش لياقة بدنية، مفيش تسليم وتسلم، انزل بشرف داري خليه يقفل لك الحتة دي. وانت شايف الزمالك بسم الله ما شاء الله يعني قاعد ينزل في 3 مهاجمين، تخيلوا الزمالك لعب بكونرادو ولعب بناصر منسي ونزل عمر فرج معاهم الجزيري، ادى 4 مهاجمين وراهم زيزو، ايه ده ايه ده؟ ده المدرب اللي قاري الجيم، مدرب نادي الزمالك لما قرى الجيم وعرف ان لعيبة نادي الاهلي وقعت بدنيا وما عادوش واقفين على رجليهم، لعب ب4 مهاجمين. ايه اللي حصل؟ في لحظة اول لمسة ناصر منسي جون، بعدها بشوية كان هيجيب جون تاني، دخلوا ضربات الجزاء وهم في قمة تركيزهم. ليه؟ لعيبة النادي الاهلي دخل المباراة كسبانة، راكبين الطيارة كسبانة، ولا في دماغهم قالك احنا نازلين هنكسب 3-4. كرة القدم مش كده، كرة القدم مش كده، كرة القدم علشان تنزل فيها حاجة، علشان تنزل فيها حاجة فلازم كرة القدم تبقى عارف ان كرة القدم تمام ما ينفعش، حقيقي ما ينفعش، حقيقي ما ينفعش. لكن اللي حصل من النادي الاهلي ولعيبة النادي الاهلي ده كبير، كبير جدا، حاجة لا تغتفر. و250 الف جنيه غرامة على كل لاعب، انا من وجهة نظري لا، قليل، صدقوني قليل. اللعيبة دي كان لازم تتغرم 1,000,000 جنيه عشان يعرفوا هما بيلعبوا في النادي الاهلي. واقول لكم اكبر سبب لمستوى لعيبة النادي الأهلي والخسارة أمام الزمالك هو عدم وجود مدير كورة قوي.
ما طبعا انا مع احترامنا للكابتن سامو امصار ما اقدرش اقول عليه حاجه، لكن عدم وجود مدير كوره قوي دي كانت المشكله. وعايز اقول لكم حاجه على فكره، النادي الاهلي بيفكر في مدير كوره، النادي الاهلي حاليا بيفكر في مدير كوره، والكلام كبير جدا على الكابتن سيد عبد الحفيظ وعوده الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكوره. وناس كتير قوي في مجلس الاداره ولجنه التخطيط بتؤيد عوده الكابتن سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ لما كان موجود ما كانش الحاجات دي بتحصل في النادي الاهلي، ما كانتش اللعيبه بتاخد ستاتها وتروح الاحتفالات. اللي عايز دلوقتي مش عارف ده بتاع البدل ياخد مراته ويروح، مش عارف ايه تامر حسني ياخد مراته ويروح، ايه ده؟ ايه يا عم ده يا عم؟ لكن برضو النادي الاهلي عنده قرارات وشغل. الاهلي عشان اقول لكم زي ما قلت لكم، الاهلي بيفكر في موضوع مدير الكوره مبدئيا. والاهلي لما هتيجي تتكلم اي مسؤول في النادي الاهلي حتى لو هيقول لك ما تقولش على لساني، هيقول لك لا مساس بكولر. محدش قال في مساس بكولر في الاخر، دي بطوله خسرها. وكولر في المؤتمر الصحفي طلع قال لك انا مش هكسب كل البطولات، معاه حق جدا، تمام معاه حق، وانا اكتر واحد بدعمه عشان محدش يزايد على ده. لكن يا فندم انت مش هتكسب كل البطولات لو بتقابل ريال مدريد في الفاينل مثلا، لكن لو بتقابل لو بتلعب مع الزمالك او الوداد او الترجي او صن داونز او مازيمبي او اي حد من منافسين الاقوياء دول، لازم يبقى انت تقول هكسب، تمام. النادي الاهلي في طريق وحش، تمام، النادي الاهلي في مكان وحش غلط، فالتصريح ده مش مناسب في المؤتمر الصحفي. لكن كلنا عارفين هتلاقي لجنه التخطيط او الناس اللي موجوده هنا حوالين الجهاز الفني يقول لك لا مساس بكولر. اوكي احنا عارفين ان هو لا مساس بكولر طبعا، لكن ربما يكون هناك مساس بافكار كولر الفتره الجايه. يعني الاهلي اولا هيفرض عقوبه قاسيه جدا على اللعيبه، وانا قلت لكم في اول الحلقه 250 الف جنيه خصم، 250 الف جنيه مع خساره هذا اللقب بجانب الى ما تنص عليه اللائحه. يعني اذا كانت اللائحه فيها 50 الف بقول لك 300، اذا كانت يعني 100 الف يبقى 350 الف ما تنص عليه اللائحه. لجنه التخطيط عندها ثوابت والنادي عنده ثوابت، ما بيعملوش بالمدرب، ما بيعملوش المدرب بالقطعه يعني في الاخر يعني. لكن الاهلي بيعرف ازاي، تمام، يشم من بدر الخطر فين فيلحقه بسرعه، يعني شم الخطر فين فبياخد قرارات يلحق الخطر بسرعه لا يتفاقم، يعني ما اقعدش سنه سنتين مش مركز واقع، تمام. لا، النادي الاهلي بيحط القرارات بدري، الاهلي ما بيستناش لما المعبد يتهدم كله، لا الاهلي بيشم الخطر فين ويحل بسرعه. فربما يبقى في مساس بافكار كرر، ان في مدير الكوره لازم يبقى في مدير كوره كابتن خالد جدالله، يعني ده راجل من نجوم اللي النادي الاهلي محدش هيزايد على انتمائه، تمام. لازم الاهلي يبقى فيه مدير كوره، كمان لازم يبقى فيه ناس تعمل دور في الاعداد النفسي وهم فين. النادي الاهلي الفتره اللي فاتت اللعيبه كلها مركزه مع السوشيال ميديا، فانا من هنا بطالب الكابتن محمود الخطيب وهو على راسنا كلنا طبعا، لابد من عوده سيد عبد الحفيظ لاوضه اللبس من جديد. اوضه اللبس بقى فيها انفلات، اللعيبه مش مركزه، اللعيبه مركزه تطلع تغني مع الجمهور، ترقص مع الجمهور زي امام عاشور. هو ده امام عاشور بتاع الموسم اللي فات؟ امام عاشور مش شايف، امام عاشور بيلعب لنفسه للشو للترقيصه لمش عارفه ايه. لكن امام عاشور ما عادش بيلعب للنادي الاهلي، وبناء عليه تم استبعاده من منتخب مصر. تخيلوا حسام حسن استبعد امام عاشور من منتخب مصر، مشكلة، مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة فيها إمام عاشور. فلازم يركز الفترة اللي جاية، لأن النادي الأهلي مش هيسمع عليه ولا هو ولا غيره. أنا بشكركم إن أنتوا استكملتوا معايا الحلقة للنهاية. قولوا لي من وجهة نظركم مين أفضل مدير كرة يتولى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وهل النادي الأهلي يكمل الموسم بكده ولا لازم يكون في صفقات قوية ولا لأ؟ مستني رأيكم في التعليقات.
يا ريت فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك عشان يوصلك كل جديد. انا بشكرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.